أكد رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش بأن المطالب الحقوقية المشروعة التي تبناها الحلف مطالب عامة تهم حضرموت وأبنائها. وشدد بن حبريش خلال استقباله في هضبة حضرموت رموز ووجهاء المناهيل على ضرورة إشراك حضرموت في القرار السياسي أسوة ببقية الأطراف، وأن هذا الاستحقاق لا يمكن التنازل عنه. وأشار رئيس حلف قبائل حضرموت أن هذه المطالب تأتي استكمالا لما تحقق لحضرموت من منجزات، والتي يأتي في صدارتها فرض الحلف لسيطرته الأمنية على المحافظة. وين تصير مناكفات فيما بين المجلس بين البين في خلافات ظاهرة على السطح بين البلاد؟ ما بتضبط بالطريقة دي إذا ما كانت المجتمعات متساهمة بشكل عادل، كانت التيارات السياسية الأخرى كل تيار سياسي يحترم الآخر على الوطن. إحنا أصحاب حضرموت ما نريد أكثر من ما نستحق فقط. إذا هو قرار سياسي نكون مشاركين فيه، إذا هو نصبة في النفط تكون لنا نصبة واضحة، إذا هي كهرباء عندنا طافية ما بخليهم يصدروا في نفط ونحن مطفيين بالخالص. تصلح المنظومه الكهربائيه عندنا وبعدين ما نتفق احنا وياهم كم نسبه حضرموت وكم الباقي يروح. تخيلوا انتم لو النفط موجود عندهم ذي وش بيقولوا؟ عاد احنا متاخرين اصحاب حضرموت في الموقف حقنا. عاد احنا متاخرين في الموقف حقنا، وضعنا مزري، حال المعيشيه للناس صعبه، المحروقات كم يشتروها محروقات غاليه بشكل غير عادي. وفي السياق أكدت قيادة مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللجنة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي للنظر في مطالب حضرموت، وشددت القيادة إلى أن هذه مطالب الحلف واضحة أو أن مطالب الحلف هذه واضحة ولا تحتاج إلى أي لجان، متوعدين بالتصعيد في حال لم توافق الحكومة عليها. نحن حقيقة عندما تستعرض كل الطلبات أو المقدمة من قبلنا ومن قبل الحلف ستجد أن هذه المطالب ليست بحاجة إلى لجان، فهي بحاجة إلى إجراءات عملية، مثلا توجيهات قرارات تنفيذية. أعطيك على سبيل المثال، مثلا نحن في الطلبات هذه المقدمة تسخير كمية النفط الموجودة في صهاريج البعض البتروميسيلة للكهرباء مثلا. ليش تحتاج الى لجان؟ ايش تعمل اللجنه في هذا؟ فهذا تحتاج الى قرار رئاسي او اجتماع المجلس الرئاسي الطاري تدرس هذه الحاله وتعطي توجيهات او قرار بصرف هذه الكميه او الموافقه على صرف هذه الكميه، وبالتالي ينجز الموضوع. ليست بحاجه الى قرار، فاللجان هذه المعروف عنها ان تتوه وتضيع وتروح كل القضايا بسبب هذه اللجان. نحن في الأمانة العامة في مؤتمر حضرموت الجامع وأيضا في حلف قبائل حضرموت طبعا لا نعترف بهذه اللجنة، مع احتراما للشخصيات الحضرمية الموجودة. مطالبنا واضحة جدا، يعني مطالب الجامع مطالب الحلف هي للرئاسة وليست للجنة شكلت من قبل الرئاسة وفيها وكلها حضارم يعني، تمام. لذلك نحن لن نتعامل مع هذه اللجنة ولا نعترف فيها. حضرموت تشكل بثقلها المساحي والجغرافي والسكاني والثروة، تشكل الجانب الأكبر في الدولة، وترفض دولة بهذا الدعم الكبير اللي يتجاوز 70%، بينما أبناء حضرموت يعيشون حالة من حالات ضنك العيش. بالإمكان الرئاسة ومجلس الرئاسة أن فعلا يجتمع ويقرر بدون لجوء إلى تشكيل لجان. حقيقة نحن في مؤتمر حضرموت الجامع وفي أيضا في حلف القبائل وكحضرموت بشكل عام نؤكد بأننا ما زلنا مستمرون على حقوقنا، ولا بد أن ننتزع حقوقنا ولن نتراجع أبدا، ولن يكون الاعتصام في الهضبة هو الاعتصام الوحيد، ولكن نحن سنعمل على التصعيد.